لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله، يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا، وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال: يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة، ويقبضون أيديهم أي عن الصدقة وطرق الإحسان، فوصفهم البخل. نسوا الله أي فلا يذكرونه إلا قليلا، فنسيهم أي من رحمته فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين. إن المنافقين هم الفاسقون، يقول حصر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم والاحتراز منهم شديد. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، يقول جمع المنافقين والكفار في نار جهنم واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكفر بآياته، يعني كما اجتمعوا في الدنيا على ذلك جمعوا في الآخرة في هذا المقر والعياذ بالله. ثم يقول تعالى محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة، فقال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، أي الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، وهي قرى قوم لوط، فكلهم أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحق الواضح الجلي المبين أو المبين لحقائق الأشياء، فكذبوا بها فجرى عليهم ما قص الله علينا، فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم، استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه، واستعنتم به على معاصي الله،
ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم، لأن هذه النعم التي أولانا الله عز وجل وأولى العباد إنما جعلها لهم ليستعينوا بها على طاعته، لا لتكون حائلا بينهم وبين طاعة الله، لا ليستعان بها على المعاصي. وخضتم كالذي خاضوا، أي خضتم بالباطل والزور، وجادلتم به لتدحضوا به الحق. فهذه أعمالهم وعلومهم، استمتاع بالخلاق يعني الحظ والنصيب، وخوض بالباطل، فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم. وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا، يعني ما رزقهم الله منه، فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله. وأما علومهم فهي علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. وقوله تعالى: فما كان الله ليظلمهم إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقع، أو إذا أوقع بهم من عقوبته ما أوقع، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث تجرأوا على معاصيه وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وفي هذه الآيات فوائد: أولها بيان صفات المنافقين، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، وهذا بخلاف وصف المؤمنين الذي سيأتي في الآيات التي بعدها. فمن تجده يأمر بالكفر بالله ويحسن ذلك في نفوس الخلق فهذه من أمارات نفاق. من تجده يأمر بترك الصلاة أو يجادل عمن يأمر بإقامة الصلاة أو يحاول إدحاض هذه الأوامر وإبطالها فهذه أمارة على نفاقه وفساد قلبه والعياذ بالله. فالأمر بالمنكر على رأسه يأتي الكفر والشرك بالله عز وجل، ثم سائر أنواع المعاصي، والنهي عن المعروف يأتي على مقدمته أو في مقدمته النهي عن توحيد الله، ثم سائر أنواع الطاعات، كالذين يحاربون الحجاب مثلا ويريدون نشر الرذيلة بين أفراد المجتمع المسلم، هذا من أمارات نفاقهم والعياذ بالله تعالى. كذلك من أوصافهم البخل، بخلاف وصف المؤمنين الجود بما أولاهم الله عز وجل من النعم المعنوية والحسية، تعليم الناس العلم ونشر الآداب والأخلاق، كذلك الإنفاق في سبيل الله وشتى أنواع ذلك. وفي قوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، هذا دليل على أن الفسق قد يكون فسقا أكبر وقد يكون فسقا أصغر. الفسق الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، والفسق الأصغر ما سوى ذلك من الفسوق والعصيان التي ربما يعذب عليها وربما تشمله رحمة الله. فيها كذلك الوعيد للمنافقين بالنار والعياذ بالله تعالى، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فيها كذلك الأشباه والنظائر والقياس، يعني إذا فعل هؤلاء مثل ما فعلت الأمم السابقة المكذبة فإن المصير سيكون مثل المصير الذي حل بهؤلاء، كالذين من قبلكم كما ذكر الله عز وجل. وهذا فيه تحذير ووعيد شديد من أن يتشبه أهل الإسلام بأهل النفاق والكفر والعياذ بالله تعالى. فيها كذلك ضرب الأمثال، وأن على الإنسان أن يعتبر بمن سبقه ومن أهلك من الأمم المكذبة ومن عاقبه الله عز وجل بسبب معاصيه. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ وعلى المسلم أن يتدارس هذه الأنباء وتلك الأخبار من الكتاب والسنة. فيها كذلك إثبات عدل الله عز وجل المطلق، فهو لا يظلم الناس مثقال ذرة، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.